من هنا بنقول ان الفلسفه صعبه. الفلسفه طبعا تحتاج عمق، تحتاج تامل، تحتاج معارف سابقه عشان تمهد ليها، ومتراكمه طبعا، وتحتاج عقليه خاصه. صحيح. طب حضرتك دلوقتي استاذ في الجامعه، ولك راي وكتبته أكثر من مرة في التعليم الجامعي. ماذا ترى فيه حاليا؟ يعني احنا الحقيقة بنسأل هذه الأسئلة للأسف سعيا للأفضل. طبعا طبعا. التعليم الجامعي وغير الجامعي متدهور الحقيقة. يعني وأنا قلت الكلام ده كتير، في مرحلة يعني تدهور. يعني يحتاج لإصلاح جذري. في أي اتجاه؟ جذري يعني. لازم نسأل، يعني لو كان الأمر بيدك، التعليم الجامعي من أين نبدأ فيه؟ من الأستاذ. الأستاذ نفسه. لأن الجامعة أستاذ وطالب، إذا انصلح حال الأستاذ ينصلح حال الطلب، لأن هذا الأستاذ هو اللي بيخرج، هيخرج المحامي والقضاء، رجل القضاء والطبيب والمدرس، هيخرج المدرس والمهندس وكل المجالات. فلا بد من إصلاح حال الأستاذ، وعندي الحل بسيط جدا. يعني بالعكس، يعني حضرتك دلوقتي بتشير لشيء في منتهى الأهمية. إذا أردنا إصلاح التعليم فلنبدأ بالأستاذ طبعا، لأنه كثيرين بينظروا بداية من الطالب. لا، الطالب هو نتاج الأستاذ في النهاية، واحنا بنفخر دايما نقول احنا تعلمنا على ايد اساتذه هم فلان وفلان وفلان، واحنا نتاج لهم. طب وهذا يندرج على المدارس والجامعات؟ طبعا. كيف؟ طبعا يعني تكوين الاستاذ القادر على التدريس طبعا دي عاوزه يعني عمليات كثيره من الاصلاح، ليست فقط من النواحي الماديه، وإنما نحس تكوين هذا الأستاذ. يعني بس الأستاذ في الجامعة لو انصلح حال الأستاذ، ما المدرس هينصلح. المدرس اللي هو هيدرس في الأندر، يعني في التعليم الثانوي والإعدادي، هم دول نتاج التعليم الجامعي. يعني المدرسين دول هم نتاج التعليم الجامعي في النهاية. فهي المسألة ليست فقط مادية، وإن كانت المسألة المادية والإنفاق مهم، ضروري ومهم جدا على التعليم الذي يجب أن يكون مشروعا قوميا. لان انا رايي لا نهضه في اي بلد من دون تعليم، دون التعليم اولا.